أيضا من ضمن هذه الرسالة التي بعث بها الأخ أحمد، يقول: إذا أدرك من يقصر الصلاة الإمام الذي يتم الصلاة في الجلوس الأخير، هل يتم أم يصلي ركعتين فقط؟ إذا دخل المسافر مع إمام يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، ولو دخل معه في آخر الصلاة، ولو دخل قبل السلام فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به. ومن جملة الاقتداء أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أنه يتم الصلاة، ولا يجوز له القصر في هذه الحالة. هذه الحالة من الحالات التي يلزم المسافر فيها الإتمام. نعم.